سلام غزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية، ويلقاكم لا فيديو ديالي وانتم في أحسن الأحوال. واللي أول مرة كتشوف القناة ديالي كنقول لها مرحبا بك، ما تنسيش تنضمي للعائلة ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد الوصفات. فيديو اليوم غادي نقترح عليكم فيه أكلة الغداء أو العشاء كتجي رائعة لذيذة وسهلة بسيطة اقتصادية، والأهم أنها دغيا كتوجد. إلا عندك هاد الأنواع ديال الخضار فنودي ديريها وجربيها لوليداتك، وأكيد غادي تنال الإعجاب ديالكم لأنها كتجي لذيذة لذيذة بزاف. وبالنسبة للناس اللي دايرين الحمية فكنفضل ما يديروش هاد الأكلة هادي ولا يديروها في الفران، لأنها كتقلى في الزيت كتجي لذيذة بزاف، وحتى في الفران كتجي مزيانة. البنات إلا بغيتو ديروها كاملة في الفران، تشويو الخضار كلها في الفران وهي ديروها على شكل كغاطا فراه كتجي رائعة. بعد ما خديت الخضر ديالي وقشرتهم كاملين وغسلتهم قطعتهم كدوائر بهذا الشكل هذا، قطعت بطاطا والدنجال والفلفل الاحمر والاخضر، قطعت كل شيء دوائر، والبصله حتى هيايا. ومن بعد صافي البنات، بعد ما كملت الخضر ديالي كامله قطعتهم كاملين دوائر، قطعت الفلفله، قطعت الدنجال، البطاطا حتى هي قطعتها شرائح، والبصله قطعتها دوائر هكايا. غادي نتبل لهم كاملين بشويه الملحه، كل حاجه غادي ندير فيها غير شويه تاع الملح، وكتبقى ثاني على حساب الذوق، يعني غير نسبه قليله ديال الملح باش ما تجيناش هاد الاكله ديالتنا مالحه. صافي غادي نسخن واحد شويه تاع الزيت وغادي ندوز فيه هاد الخضار، كل حاجه غادي ندوزها بوحدها بحال غادي نقليوهم، ولكن غير في كميه قليله ديال الزيت البنات. بالنسبه للفلفله والبصله غادي غير نشحرهم مزيان حتى يدبلوا، وبالنسبه للدنجال والبطاطا فغادي نقليهم ونتلاقى معكم. صافي البنات، هنا وجدت الخضر ديالي، قليت البطاطا، قليت الدنجال، شحرت البصله والفلفله. غادي ندوزو دابا باش غادي نوجدوا هذه الغديوه تاعتنا او الشهيوه. غادي ناخذ هنا البيض، وكتبقى على حساب اللي بغيتو نتوما، واش 4 البيضات او 5 البيضات على حساب اللي باغين. انا هنا 4 كافيني، غادي ندير 4 ديال البيضات، غنضيف عليهم قياس 4 كاس ديال الحليب، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الملحه. صافي وغادي نخلطهم مزيان حتى ينسجم ليا الحليب مع البيض والمكونات الاخرين. ضروري هذه العمليه ما نقربوهم مزيان باش ما يجيناش الحليب معزول على البيض، خاصو يكون منسجمين. وهنا خديت المقله ديالتي اللي شحرت فيها البصله والفلفله، يعني ما غسلتهاش، ما غسلتها ما والو. غادي نحاول نستف فيها الكميه اللي عندي ديال البطاطا كامله، كنستفوها باش من بعد ما استفت البطاطا كيف كتشوفوا البنات، غادي نعاود فوق منها الدنجال، حتى هو غادي نستفو بنفس الطريقه كيف استفت البطاطا. ومن بعد ما استفت الدنجال فغادي نضيف عليهم الفلفله والبصله اللي شحرناهم حتى هما، غادي نسرحهم هكا من الفوق، كنحاولوا نغطيو بهم الحبات ديال الدنجال اللي عندنا. وغادي نرش عليهم شويه ديال الزيتون مقطع، هذا كيبقى كاضافه الا بغيتو ديروه، ما بغيتوش ماشي ضروري، انا كيعجبني في هذه الاكله. بعد ما كملت غادي نحطها فوق النار حتى تسخن لي المقله غير شويه باش نضيف عليها هاد الكميه اللي عندي تاع البيض. ضروري البنات هاد العمليه ما نديروها، نحطها غير شويه فوق النار غير ما سخنت لينا المقله عاد باش كنضيفوا عليها البيض. وهنا بعد ما سخنت لي المقله شويه فغادي نعاود نحرك البيض مع الحليب لان كيبقى يتعزل. صافي غادي نحركو مزيان وغادي نبدا نضيق نخوي فوق هاد الخضر هذه بواحد الطريقه اللي بشويه كنخويه
نحاول نوزعوا الخضر كامله. صافي غادي نقص عليه العافيه وغادي نخليه يطيب على العافيه اللي هي مهيله، ضروري ما نخليو العافيه تكون مهيله. ومن بعد ضفت عليها واحد شويه ديال الفرماج موزاريلا، ممكن ديروا فرماج حمر حتى هو كيجي زوين، وممكن الا ما متوفرش عندكم ما ديروش فهي كتجي زوينه بلا فرماج. صافي كيف كتشوفوا غادي نخليها حتى طيب. كيف قلت لكم العافيه اللي هي مهيله باش البيضه هو كلها طيبه، غير البيض باش يطيب ليا من الداخل ومن برا، ماشي يطيب غير من برا ويبقى من الداخل سايح هكا خضر. صافي البنات من بعد ما غادي طيب غادي نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي تاعها، كتجي رائعه ولذيذه وكيف كتشوفوا ساهله وبسيطه. كيبقى البنات هذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي رائعه كتجي لذيذه. غادي نقطع لكم من الداخل باش تشوفوا الشكل ديالها. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي فن البنات، كتجي غزاله ولذيذه. وكانت هذه هي الوجبه ديالي ديال اليوم البنات، كتجي رائعه ولذيذه سهله واقتصاديه كيف قلت لكم، والاهم انها دغيا كتوجد، ممكن تقدموها لوليداتكم كوجبه في الغداء او العشاء وكونوا متاكدين بانها غادي تنال الاعجاب ديالهم. وكيف قلت لكم الناس اللي ما كياكلوش هكا المقليات فممكن ديروها في الفرن، انا جربتها في طريقه بجوج كتعطي نفس النتيجه وكتجي رائعه. الى عجبكم الفيديو ديالي البنات ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات وتبارطاجيو ليا الفيديو مع الحباب والصحاب، وكنطلب منكم باش بارطاجيو ليا الفيديو هذا ضروري في المواقع اللي عندكم ديال في المجموعات ديالكم البنات، لان انا عندي مشكل في الفيس ما كان بارطاجيش الفيديوهات ديالي هاد الايام. الا كان ممكن تساعدوني نتوما يبارطاجيو ليا الفيديوهات في المجموعات معكم او في الواتساب وعد المعارف ديالكم، ولكم جزيل الشكر. وكنتمنى باش تزيدوا تشجعوني اكثر واكثر باللايكات والتعليقات ديالكم، ودمتم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.